يقول سماحة الشيخ، ما حكم الذين يدخلون مكة المكرمة ومعهم خادمة غير مسلمة أو سائق غير مسلم ويبقون معهم في مكة حتى يقضوا عمرتهم ثم يعودون؟ هذا حرام، هذا حرام عليهم. لا يدخل الكافر، لا يدخل الكافر في الحرام، لا يجوز هذا. الكافر يبقى خارج الحرم، ولذلك جعلت الحكومة خط قبل دخول الحرم، جعلت خط لغير المسلمين يروحون إلى جدة إلى أي مكان ولا يدخلون الحرم. هذا حرام، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يخرجوا هؤلاء خارج الحرم. يقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بعد عامهم هذا.